الوطن منحازون للحقيقة. هذه الزلابية أكلة مفضلة في فلسطين من 50-60 سنة بنشغلها، وزاكة وكويسة كمان أكلة يعني بعد رمضان، يعني في رمضان بعد الفطور بياخدوها الناس، ومفضلة هي والقطايف. يعني فيش شيء بغطي في الحلويات وأصناف الحلويات على القطايف والزلابية. بيقولوا لها في العامية عوامة وهي زلابية. كانوا زمان كمان ختيارية، على زمان قبل 50-60 سنة يقولوا لقمة القاضي يسووها، لأنه القاضي كانوا يحترموه ويسووها يوم ما يبقى في عنده مناسبات. هذه الزلابية يعني طحين نظيف زيرو، وبنعطيها شوية نشا وبنخمرها، وما أنت عارف إنها خبرة فيها من 50-60 سنة، وبنقليها وبنظبطها إن شاء الله، والناس منين ما كان زبايننا بتصلنا. إحنا بنقليها على مرحلتين، أول بنقطعها وبعدين بنحمر وبنغطها بالقطر. هذا الجسم بطلب في البرد في أيام رمضان بيبقى فائد من السكريات، فبده حلو الجسم، والكبد بده سكر. فزمان كانوا الأولاد الصغار يمرضوا في الكبد يطعموهم حلويات، فالحلو يعني مطلوب، ولو الواحد لا سمح الله مع سكري بياكل شيء خفيف منها، وقطرها خفيف طري، بنخليهوش تقيل زي قطر البورما وزي قطر البقلاوي. هذا قطرها طري وخفيف، وجسم بده الحلويات في البرد. هذه وتراث طول عمرنا متعودين عليها، هذه العوامة مشهورين فيها من مصغرنا لمكبرنا. أسعارها معتدلة وزاكي، طعمها زاكي والله. في أيام البرد مطلوبة هذه، تتبقى الدنيا برد عليها بالعوامة والأشياء الحلوة. وطن منحازون للحقيقة.